منهاج درب للهدى نور لدي جور الدجى دي سيرة المختار نهج القاصدين إلى العلا منهاج درب للهدى نور لدي جور الدجى دي سيرة المختار نهج قاصدين إلى العلا قبس به تصفو حياة المسلمين أولي النهى وبها دليل في قضايا العصر مشكاة السنة وبها دليل في قضايا العصر مشكاة السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا أيها الكرام أبناء الكرام مع هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي هو منهج حياة، نعم بل هو سبب من أسباب الحياة السعيدة الكريمة الغنيمة الحميدة، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي وهدي النبي الذي بعثه الله تعالى بشيرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، بل بعثه الله تعالى ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق، بل النبي صلى الله عليه وسلم حبه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب السعادة في الدنيا وفي الآخرة. حب النبي سرى في القلب فازدهر، أنارني دربي ونور لي البصر، جمال طلعته قد أخجل القمر، يزيد ناظره حسنا إذا نظر، أندى العباد يدا وأجلهم أثرا، أهدى الحياة هدى ورتل السورة. من هو؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن محبة النبي اتباع هدي النبي وسنة النبي وسيرة النبي في الدنيا حتى نكون في الآخرة في رفقته وزمرته. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فذلك سفاهة هراء، الحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وذكرنا أن النبي له مقدمات، نعم مقدمات، من تلك المقدمات من؟ إبراهيم إسماعيل، لأن النبي من نسل إسماعيل. وأيضا مكة هي من مقدمات النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء إبراهيم ووضع هاجر وابنها إسماعيل وخرج من بين يديهم وتلحقه هاجر وتناديه لإبراهيم لمن تدعنا، من معنا، من يأوينا، من يحمينا، وهو لا يرد عليها وتقول الله أمرك بذلك؟ يقول لها نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله. وذكرنا أن الزوج والأب العاقل يدعو والأم كذلك تدعو لأولادها ولأبنائكم، ذلك من سبب من أسباب سعادتهم، سبب من أسباب رزقهم، سبب من أسباب حفظهم، سبب من أسباب تفوقهم، سبب من أسباب نجاحهم، سبب من أسباب كذلك برهم. نعم الدعاء لهم، والدعاء لا شك أنه مستجاب، ادعوني أستجب لكم. إبراهيم دعا بتلك الدعوة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. خرج إبراهيم، هاجر جلست تحت هذه الدوحة شجرة قريبة الآن من موقع الكعبة تماما، يعني أكثر كتب التاريخ تقول مكان المقام الآن، لأن المقام ما كان مكانه هناك، كان ملازم للكعبة أو ملاصق للكعبة. جلست تحت هذه الدوحة الشجرة ولم يكن هناك كعبة، فقط أرض جذباء لا كلأ فيها ولا ماء، معها ابنها إسماعيل الرضيع، ثمرة زرعها، عماد ظهرها، ترضعه من ثديها حتى نفذ ما في صدرها ونفذ السويق والماء فقامت. نعم قامت، لماذا؟ قامت لتسعى في الأرض لتطلب الرزق. يا الله ما أجمل العبد يعلم والمسلم يعلم والمؤمن والمؤمنة يعلم أن الله هو القائل، هو الذي جعلكم أرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اسعى أيها الأحبة، السماء كما قال عمر لا تمطر ذهبا ولا فضة، قم واخرج بورك لأمتي في بكورها، قم واسعى. فوالله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة، لا تجلس في بيتك تولول وتصيح
وتنتقد وتسب وتشتم وتلقي باللائمة على غيرك، لا، قم واسعى واعلم أن الله معك ما دمت أنت تسعى فيما يعود على نفعك وعلى نفع أهل بيتك وعلى نفسك وعلى حياتك وعلى مستقبلك. فقط قم وانظر، لأن الله كتب لك الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. نعم، لن تموت حتى تستكمل رزقك وأجلك. فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن على معاصي الله، بل أنكم لا تدركون ما عند الله إلا بعبادته، إلا بطاعته. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت لا شك أن الله رازقي، وما يكن من الرزق يأتيني ولو كان في أعماق البحر العوامق. وهذا والله يا أحبتي فيه عظيم الاستعانة والاستغاثة والتوكل على الله. فقط اسعى، هو الذي جعلكم أرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكله من رزقه. قامت هاجر هذه المرأة الصالحة لتسعى من أجل نفسها ومن أجل ولدها ومن أجل حياتها، لتعيش لا لتموت. فقامت تسعى، فنظرت عن يمينها وعن شمالها، فوجدت جبال عظيمة التي تسمى الآن بالصفا والمروة، وهما أصلا جبل أبي قبيس وقعيقعان. فارتقت هذه الجبال لعلها ترى من يمر معه طعام، معه ماء، لأن الناس بالناس ما دامت الحياة بهم. وكانت إذا صعدت الصفا الذي يسمى جبل أبي قبيس تنظر، ثم تنزل في الوادي الذي هو المسعى الآن، وترتقي جبل قعيقعان الذي هو المروة. وسمي الصفا أيها الأحبة لأن حجارته ملساء، والمروة سميت المروة لأنها بيضاء. فكانت إذا توسطت الوادي الذي هو مكان السعي الآن، كانت تسعى سعيا عظيما، خوفا على ولدها، خوفا على ثمرة زرعها، خوفا على ابنها إسماعيل أن يأتيه سباع أو ضباع أو جياع فينالون منه. وكانت تسعى هذا السعي. انظروا إلى قلب الأم، انظروا إلى قلب الأم. لو خيرت هذه الأم أحبتي، أيها الابن، أيتها البنت، ولدي وبنتي، اسمعوا، لو خيرت أمكم بين حياتك وموتها لاختارت أن تموت بأعلى صوتها حتى تعيشوا أنتم. كم من أب وأم ما عاشوا حياتهم من أجل أن تحيوا أنتم حياة سعيدة، ما عاشوا أجمل ما في هذه الدنيا من أجل أن تعيشون حياة جميلة جليلة كريمة. أيها الأحبة، هاجر كانت تسعى، وإذا توسطت هذا الوادي كانت تسعى سعيا شديدا حتى ترى إسماعيل. وهي تسعى هذا السعي جعل الله لها فرجا، جعل الله لها مخرجا، جعل الله لها بحمد الله وبحسن ظنها بالله، جعل الله تعالى لها رزقا. نعم، ومن يتق الله يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فقط بتقوى الإله. ما هو تقوى الإله؟ امتثال أمره واجتناب نهيه، هذا هو تقوى الله. فعندما امتثلت لأمر الله ولطاعة زوجها جعل الله تعالى لها رزق. وأي رزق؟ أي رزق؟ رزق عظيم كريم، ما زمزم، والنبوة في ولدها، بل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، كل ذلك بتقوى الله. نعم، كل ذلك بحسن ظنها بالله. نعم، لذلك لا تبخلوا على أنفسكم بالدعاء. موسى، اسمحوا لي بهذا الوقفة، موسى قبل أن يكون نبي، نعم قبل أن يكون نبي، لما سقى لبنات شعيب وآوى إلى الظل، ماذا قال؟ قبل أن يكون نبي كان رجلا صالحا، وآوى إلى الظل لأنه خرج من مصر خائفا يترقب. لما آوى إلى الظل ماذا قال؟ ربي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقير أي محتاج، أي خير أنا محتاج إليه. ماذا فعل الله تعالى به؟ بيت، زوجة، مال، نبوة. الله، نعم، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقير أي محتاج، أي خير أنا محتاج إليه، صحة، عافية، شفاء، مال،
صحة، عبادة، طمأنينة، سكينة أنا أحتاج إليه. فرزق الله موسى البيت والزوجة والمال والأمان والطمأنينة والنبوة. لا تنسوا هذا الدعاء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. في اللقاء القادم أحبتي الكرام بإذن الله تعالى، هاجر وماء زمزم. ماء زمزم، نعم، الماء المبارك، وإسماعيل وذرية إسماعيل، لأن هذه هي مقدمات محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من ولد إسماعيل. أسأل الله تعالى في ختام هذا اللقاء أن يجعلكم سعداء يا رب، أن يجعلكم سعداء، ويحفظكم من الشقاء واللأواء والضراء، ويجعلكم في صحة ونعماء، ويحفظ لكم البيوت والأبناء، ومن أرادكم بسوء أن يصرف عنكم، ويحفظكم من العائنين الحاسدين الحاقدين، ويحفظ بلادنا وأرضنا وقادتنا وقيادتنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جور الدجى ذي سيرة المختار، نهج القاصدين إلى العلا، قبس به تصفو حياة المسلمين أولي النهى، وبها دليل في قضايا العصر مشكاة السنة، وبها دليل في قضايا العصر مشكاة السنة.